اول هذا الشعر في العالم شيخ فيه شرك قلنا قسما بالنازلات ها قسم بغير الله قسم ايش قسم بالنازلات شيخ الوطن الشيخ الجزائري قال العالم شيخنا ومفروض على الشباب في المدارس ايوه اول ما يقفون على العلم ايوه ياتون بهذا النشيد قسم بالنازلات الماحقه الطيارات هذا لا يجوز ولا يجوز تحية العلم بهذا بحال من الأحوال فإن القسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى والقسم بالطيارات طيب ولا راحت الطيارات بماذا يقسم سبحان الله هذا لا يجوز هذا شرك بالله جل وعلا من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم فلا يجوز بمثل هذا بحال من الأحوال وله أن يتأخر ويصبر على الأذى ولو فصل في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير ولو فصل من الدراسة في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير.